اهلا وسهلا، كيف انتم؟ مزيانين؟ احوالكم طيبه؟ كنتمنى انكم تكونوا كتشاهدوا هذا الفيديو وانتم في افضل الاحوال. اليوم عاشوراء، عواشركم مبروكه بالصحه والسلامه والتيسير والرزيق وكل ما كتمنوا عند الله. انا جبرتوني دابا ما شاء الله طرت خالتي رشيده، حيت قررنا اننا ندوزوا العشيه ديال عاشوراء معها. حاولوا انكم تتبعوا الفيديو حتى النهايه. الى عجبكم ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه، تضغطوا على زر لايك، وتبارطاجيو لا فيديو مع اعز الاصدقاء على قلوبكم. اذا بلا ما نطول عليكم، يلا هون نبدا. غير سكتوا يا وعدي، انا تعطلت عليهم، لكن المهم معليش ماشي مشكل. كنت طلعت على رجلي كون وصلت. يلا يلا افتح يا سمسم. دونك ايطاج دو. لا كيف الحال؟ يلا قول عشرة مباركة. عشرة مباركة وتشدت علينا الباب. دونك هذه هي الدخيلة فين ساكنة خالتي، وهذه هي الباب. عندهم هنايا جريده كما كتشوفوا، هادي عاوتاني اقامه واحده اخرى، وهنايا الجامع. هادي خديجه. نض نض وريهم جيلي البا ديالك. هاي 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 مسكسفه. كيف ما كتشوفوا في الصوره، افتتحنا وجبه الغداء بالشلاضه. كيف ما كتعرفوا الشلاضه مهمه بزاف. وهنايا خالتي نزيهه عملت فيها البصله، مطيشه، الجعده، البربه، اللوبيه، البيض مسلوق، الروز والثوم. اما بالنسبه للطبق الرئيسي، فالام ديالي حضرات اللحم مخضر بالصفرجل، وهاد القنينطات هادو ديال اللوز والكاوكاو. قلنا خديجه شنو وجدتي في عاشوره؟ اولادي الماكله كامله اللي كلينا وماك اللي عملاتها. علاش ما عملناش الكمامه؟ ما خصكش تهضر. اذا يلا شنو وجدتي لنا؟ وجدت حاجه. شنو هي؟ جلابه. خريت شلات. بصح واش خلطتيه؟ وشنو المقادير ديالهم؟ يلا قولها لهم. هذاك يعني انك هاكليتيهم ما عملتيهمش. الوغ بعد ما تغدينا وشبعنا ولله الحمد، غادي نديكم باش نوريكم المدرسه اللي قريت فيها الابتدائي هنايا في مرتب، وغادي ندي حتى خديجه باش نوريها فين قريت. و الصراحه انا متحمسه حيت اصلا صراحه بدلوا الاسم ديالها، حيت كان في الاول مسميه المدرسه ديال القدس، دابا مسميه مؤسسه البدر. باقي صراحة عقل على الطرق منين كنت كندوز، وبقى عقل حتى على الاصدقاء اللي كنا يعني اللي كنت كنخلف معاهم. ما عرفتش الصراحه فين وصلوا، كنتمنى انني نتلاقاهم في يوم من الايام. هادشي لا عقلوا عليا بطبيعه الحال، ولكن انا نعقل عليهم اكيد. دونك هذه هي المؤسسه، هذه الدخيله، هذه هنا ملي كنا كنتعطلوا كان الحارس العام مسكين كيفتح لنا الباب. وهنايا مراتو كانت كتعمل الطبيله، كانت كتبيع فيها الحمص. وملي كنا كنخرجوا من السراحه كنا كنخرجوا من هاد الباب هادي، وكنجيو عندها كناكلوا الحمص، ومن بعد عاوتاني كنرجعوا باش كندخلوا نقراو. صراحه المؤسسه باقا كيف ما هي، ما تبدل فيها حتى شي حاجه من غير الاسم، حيت في الاول كانت مسميه مدرسه القدس، دابا عملوا لها اسم جديد واللي هي مؤسسه البدر كيف ما كتشوفوا في لا فيديو. دونك هذه هي الدخيله، وهذه هي المؤسسه. شحال جريت هنايا وشحال جريت في الساحه اللي هنا. دونك صراحه يعني رديت لا ميموار ديالي اللور، وتفكرت بزاف ديال الحوايج، تفكرت الاساسيده ديالي. كاين الاساسيده اللي باقيين في الحياه، وكاين الاساسيده اللي غادرونا لدار البقاء. فاللي باقي في الحياه كنتمنى انني نتلاقاه،
واللي مشى لدار البقاء الله يرحمه والله يوسع عليه. دونك صراحة احساس رائع، احساس جميل بزاف. دابا في عمري 28 عام وجيت نقرا في هذه المدرسة هذه ملي كانت في عمري 7 سنين. عرفت صراحة فرحت بزاف ملي جيت المؤسسة اللي قريت فيها الابتدائي ديالي، ونيت هاد لا فيديو هذا يبقى عاوتاني الى في يوم من الايام عملت وليداتي حتى وليداتي الوغ يعرفوا الام ديالهم فين قرات. دونك دابا جبرتونا غادي نمشيو لدار خالتي باش غادي نعملوا الميريندا، وعاد ديك الساعه غادي تبدا الفيستا ديال عاشوراء. خليكم معنا. دونك هذه هي الطابله ديال عاشوراء ديالنا. دونك هنايا كيف ما كتشوفوا البيوز خالتي رشيده صراحه كتعملوا زعما واعرين. غادي ناخذ لا روسيت ديالها ابري غادي نبارطاجي معكم يعني المقادير ديالها في اون اوتر فيديو. دونك هنايا عندنا الجبن، القهوه، الحليب، دونك هادو هما طويصات ديال القهوه. هنايا قريتشلات، عندنا هنايا كيف ما كتشوفوا هادو كاملين مالحين غير شكالات مختلفين. دونك هادو عاوتاني حلوين. السكر هنايا الكيكه عاديه، وهذه الكيكه الشوكولات. دونك كيف ما كتشوفوا هذه هي الطبيله ديالنا د عاشوره. عواشركم مبروكه بصحتكم وراحتكم. ايوا ماما نسات البسطام وغادي نطلعوا من موراه. شتي العقوبه؟ شتي العقوبه اللي عملت لنا لاله فاطمه؟ يلا فيت فيت. صح خديجة ديك لاصوصير، يلا دخل. ماما يكون عمل انت دو عملتيه؟ يلا صح ماما كادتنا ماما عملت دابا العقوبة كبيرة. معليش ماشي مشكل، خلاتهم نزل فوق القاف. او ماي جاد. لا لا حيت اصلا وقيله ما تكيتيش مزيان على جوج قلبي ما تخيل كنت شتي معايا ساعه كطاطا. بس تمام يلا خالتو سلامة. وصطام امي تكيت ما تكي مزيان تكيت. افتح بويبه خديجه. خاصك فاطمة تخلصنا مدوبل ها البزيطم. يلا احبابي غادي نخلي لو فلوق ديالي هنايا على امل انني نتلاقى بكم في الفلوق الجاي. تهلاو ليا فراسكم. السلام عليكم. باي باي.